اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهدك الأعصاب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقائب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعائم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك وأن تديني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك
ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقد عد بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرا أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا
مكرم مذعنا معترف لا أجد لا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزع نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتعزيتي وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي والدعاء خاضع لربوبيتك أيها أنت أكرم من أن تضيع من ربيتك أو تبعد من أدنيتك أو تشرد من أعويتك أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شاري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نتقاد بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعد الأوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاه ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك
انتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما من هذا الجوابك لأليم العذاب وشدة أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر عن فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ فكم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيث يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي، وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمته ويناديك بلسان أهل توحيد ويتوسل إليك بربوبيته. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟
أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تعلم وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها؟ هيها ما ذلك الظن به ولا المعروف من فضله ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أخطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما. وما كان لأحد فيها مقر ولا مقام لكنك تقدست أسماءك. أقسمت أن تملأه من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناء قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي ومولاي فأسألك إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت
أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردة واحدة وحولي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا قوّع على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع الموقنين اللهم ومن أرادني بسوء فارق ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لدك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبعزتك
بلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاح حلمك يا سابق النعيم يا دافع النقيم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله صلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. Please recite one Alhamdulillah qul wallah for the arwah mu'minin mu'minat and everyone in the world, khususan those who are listening right now. May Allah forgive all your deceased one. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. May Allah accept. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallib al-Qulub, thabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami' al-alim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thank you, Brother Mujtaba. You're welcome. Assalamu alaikum.